اتفضل اقعد براحتك براحة راحتك، على بال ما تلبس هدومها، ما انت عارف عروسة. عارف يا حاج عارف، على مهلها. ايه ده؟ ايه يا حاج؟ الحقوني يا ناس. كله كلام. انت جنسك ايه؟ صنفك ايه وسط الرجالة؟ يا ابوي يا ابوي يا ابوي، ليه كده يا حاج؟ ليه كده؟ كم طلقة؟ اتنين تلاتة يا حاج، والله ما مرتي مش مرتي، واتوني عليك يا حاج مش مرتي، على الطلاق ما مرتي يا جدعان، واتوني عليك. نام يا جدي. ما تنام انت يا مهران، نام. فرحة، وانت زعلانة من جدي؟ لا، ليه؟ اصلكم اتجوزتوا وكل واحد فيكم في اوضة، ليه؟ عشان ما حدش ياخدك من جدك. طب ما ننام واحنا الثلاثة جنب بعض. ما ينفعش. هو عامل ايه يا مهران؟ ما ينامش، وكل ما اصحى القاه صاحي وعيد قلبي وعينه مفتحة. ليه؟ مش عارف، اقول له مالك يعمل نفسه نايم. وما يتكلمش معاك؟ هيتكلم بس مش زي الاول. في الاول ما كانش يبطل كلام عنك. كان يقول لك ايه؟ هيقول فرحة جت ميتة مشت ميتة، سألت علي ولا لا، لكن دلوقتي ساكت. هما الناس لما يبقوا مع بعض ما يتكلموش عن بعض. الزهر كده. خلاص ارجع بيتك وبتعالي كل يوم في الصبح وامشي في الليل زي زمان، كان أحلى. مالك يا أم؟ الدكتور هيقول مفيش فيكي حاجة، أمال مالك؟ مفيش يا ولدي، تلاقيني هتجلح. حد زعلك؟ حد قالك كلمة ضايقتك؟ قعد شوف أبوك من ساعة ما اتجوز ما روحتش. روحي سأل عليه وسلمني عليه وقول له نفسي أشوف. حاضر. دلوك يا كاب. حاضر يا أم. شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواك كل الأحبة وحنين المحرومين. يا عيني شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواك. الملوخية ما حداش. انت هنا؟ من شايلك فين عيني يا عيني؟ اعمل لك غيرها لو ما هتحبهاش. مين قال ان ما احبهاش؟ انت. انا؟ أنا أحبها، أحبها قوي. هتحبها ولا ما هتحبهاش؟ كفاية إنها خضرة زي عينيكي، وسمعت غناكي، وشمت نفسك. قوم يا حاج، ما يصحش. أنت هتخرطيها؟
عاوزة حاجة ما تنساهاش؟ عاوزة سلامتك. شايلاك فين النعيم يا عيني. الليلة دي اللي معاي معاي واللي مش معاي يقول معاك. يعني ايه؟ يعني انا الكبير الجبل والمحجر هدورهم وعلى مزاجي. عايزين تبقوا معايا اخواتي حبايبي شركاتي، ما عايزينش يبقى اللي هيسرع على ابوكم هيسرع عليكم. يعني ايه كبير؟ انت هتشغلنا عندك ولا ايه؟ احنا زينا زيك. زيكم زي كيف؟ بالكذب يعني؟ على بال ما تقوم من النوم تكون القيامه قامت. اصحى زي ما اصحى، مالي وانا حر فيه، اعمل اللي انا عاوزه. لكن زمان ايام ابوك، لكن دلوقت تشتغل تقبض، ما تشتغلش شيء تحل عن سماي وتشوف لك حد تاني تتجمع عليه. هتتكلم كانك ورثت كده. حسبها زي ما تحسبها. اسمع يا خيري، زمان لما كنت ساكت كنت موجر ابوك، لكنك مش هتمشي كلامك علي. انا اللي عندي قلته يا عم جودي. طب شوف هتمشي كلامك على مين؟ عليك يا ولد منده. على نفسك يا ولد كامله. ده ابويا يرحم. روح له. انا مش صغير ولا هروح لابوك ولا لامك، وهشوف هتعمل ايه خيري. والله انا اللي عندي قلته، اللي عاوز يشتغل في طريقتي من بكره اهلا وسهلا. لك انا ابوك هيديله قرش، هيديله خمسه. كيف؟ هتتكلم زي ما يكون ابوك هيسيبك. والله اللي معاه يعمله واللي معاكم يعملوه. اسمع يا ولد ابوي، عشان ما تطورش في الحديد، المحجر واسع وانت ليك فيه التلت، ترمح فيه رجليك ما تخطيش التلتين. تلتين؟ تلتين بطبيعي. هاني وحماد. ماشي ماشي. انا من بكره الصبح في المحجر. وروني كده انت واخوك هتقسموا التلتين كيف؟ واللي يعرف يخطي منكم المحجر يخطي. اصل الكلام مش بفلوس يا عم خيري. انا مش هتكلم وخلاص يا حماد. ايه ده؟ لو راجل صح وريني هتعمل ايه باللعبه اللي في ايدك دي؟ لعبه يا صايع يا بتاعت حريم.